تخيلوا معايا دابا انت كتقاتل مع الزمان كتشقى باش توفر ديك اللقمه المره ليك لوليداتك، عايش وقانع بالشي اللي عايش به، ما كتأذي حتى شي حد وداخل سوق راسك، وواحد النهار كيتلاقاك شي واحد ويسرقك ويتعدى عليك، ما قرا ما مربي تربيه حسنه وما عرى على كتافه ولا سعى لرزقه بالحلال، بل لي غير يسرق باش يكسب. هادشي ماشي غير كنتخيلو او كنطلب منكم باش تخيلوه، راه واقع الخوت، ويحمد الله بنادم الى سلم بروحه والجسد ديالو. اما في حالات كثيره فصحاب هاد البركابي يعني هاد الشفاره كيسرقوا ويتعداو، كما في هاد الحاله اللي جبنا لكم في هاد الفيديو، وهي الحاله ديال شي بنت 20 هي طاحت ضحيه ديال عصابه سرقوها وقتلوها. البنت في عمرها 22 عام، مزوجه وعندها جوج بنيتات صغار حشومه يتحرموا امهم. وفي عشيه الاربعاء 12 غوص 2020 كانت هاد البنت مع صاحبتها راجع لديورهم من اللي سالاو الخدمه، ملقاوش شي وسيله نقل فاش يركبوا من غير شي تريبورتور، الشيفور ديالو اقترح عليهم يوصلهم. هادشي وقع في منطقة الهراويين بكازا عشية الأربع كما قلت. البنات بجوج ركبوا مع مول تريبورتور اللي كانوا معاه جوج دراري وحدين آخرين راكبين. البنات ما نواوش فيهم السوء، داروا فيهم لا أمان وركبوا، المهم يوصلوا لديورهم في أمان وبسلامة. لكن فين السلامة والأمان في هاد الزمان؟ مول تريبورتور مشى بهم شي مسافة قبل ما يبان هو وصحابه اللي كانوا راكبين معاه يبانوا على الحقيقة ديالهم. قبل ما يوصلوا البنات لديرهم جبدوا عليهم المواس وهددوهم بغاو يسرقوهم، قالوا لهم جبدوا اللي عندكم أو قرأوا الفاتحة على روحكم. البنات ما عرفوش باش تبلاو مساكن. الشفارة داو للبنات شي اللي عندهم من الفلوس والتليفونات، ويا ريت خلاو ليهم صحيحتهم وخلوهم يمشيو لديورهم سالمين. مول تريبورتور وصحابو ضربوهم بالمواز والضربة جاتهم في الراس، خلوهم مرغين في دمهم قبل ما يديماريو التريبورتور ويهربوا في اتجاه مجهول. مول تريبورتور وصحابو بجوج ما في قلبهمش الرحمة ولا حتى الشفقة، ضربوا البنات وخلوهم تما كيواجهوا المصير ديالهم بوحدهم. هادشي حتى داز حتى دازوا شي ناس وشافوهم واتصلوا بالمصالح المعنية، وتم النقل ديال البنات لقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي ديال 20 غوش باش يتعالجوا. وحده فيهم مسكينة ماتت بعد مدة قصيرة من اللي وصلت للمستعجلات حيت الضربة خايبة اللي تلقاتها في الراس، والله يرحمها ويرزق عائلتها الصبر والسلوان. والثانية كتب ليها الله عمر جديد، لكن مازال مسكينة في السبيطار كتلقى العلاج من الجروح الخطيرة اللي تصابت بها. مصادر إعلامية نقلت الخبر قالت باللي الحالة الصحية ديال الضحية الثانية حرجة، ولأن الحالة ديالها مستقرة بعد ما قدموا لها الأطباء العلاج والأدوية اللازمة في انتظار ما تتماثل العلاج باش يستمعوا لها البوليس ويفكوا لغز هاد الجريمة اللي ماتت فيها صاحبتها. البوليس ديال كازا فتح تحقيق في ظروف وملابسة الجريمة ودار حملة تمشيطية في المنطقة وتمكن من اعتقال شي واحد مشتبه فيه، تم الوضع ديالو راه الحراسة النظرية واستمع إليه في محضر رسمي، في مازال البحث جاري لشخصين آخرين كانوا معاه نهار هذا الحديث، وأكيد غادي يوصلوا ليهم شحال مطال الزمان، وأكيد غادي ينالوا العقاب اللي يستحقوه حيت الفعل الجرمي اللي داروا يستاهلوا عليه العقاب، والعقاب يكون أشد. قتلوا روح وصابوا الثانية بجروح بعد ما سرقوهم، يعني المتابعة غادي تكون بالقتل العمد والسرقة الموصوفة، والعقوبة يقدر توصل حتى للمؤبد. يستاهلوا هاد العقاب ويكثروا ويدوزوا، يستاهلوا عفوا يدوزوا بقية العمر ديالهم في الحبس حيت داروا علاش والجريمة كانت بشعة. وشنو الدم دوك جوج بنيتات مساكن وسمحوا لي على هاد عفوا دوك جوج بنيتات من الصغار مساكن شنو ذنبهم باش يتيتموا من امهم ويتحرموا من الحنان ديالها وهم مازال ما شبعوا منها، وخا حتى شي حد ما يسعى ما يشبع عفوا من امه، وخا تبقى غير كميشه في الركنه كما كيقولوا المغاربه. الى هنا
نأتي على نهاية هذا الفيديو، وشكرا على التتبع ديالكم الفيديو حتى الاخر، والشكر كذلك موصول لكم على التفاعل والتتبع ديال الشيء اللي كنشروه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا لايك وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد في حينه، ومرحبا بالملاحظات ديالكم واي استفسار او ملاحظه، وكذلك بالتعليقات، والشكر موصول لكم جميعا على هذا التفاعل.